صباح الخير وسعادة، صباح الأبل في غد أفضل، يتجدد اللقاء وصباح دريم. اليوم والساعة 7 مساء اللجنة العليا للانتخابات هتعلن النتيجة النهائية وفوز مرشح من المرشحين في الانتخابات الرئاسية. اليوم في 7 مساء سيكون لدينا رئيس منتخب. الحقيقة الرئيس المنتخب على مكتبه أو على طاولة هذا الرئيس هناك العديد من الملفات، ملفات هامة جدا، العديد من التحديات التي تقابل الرئيس، ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة في هذه الملفات. هذا الأسبوع من خلال صباح دريم تناولنا عدة ملفات، وما زلنا من خلال هذا الأسبوع نطرح هذه الملفات الهامة، الملفات على مائدة الرئيس الجديد. هنكمل هذا الأسبوع هذه الملفات. اليوم ملفنا مع ملف الصحة وحق المواطن المصري في العلاج، ملف هام جدا مليء بالعديد من التحديات. بعد هذا الملف يكون معدنا مع فقرتنا الأسبوعية وفقرة رائد أعمال، لكن كعادتنا نبدأ صباح دريم بقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف صدرة صباح اليوم، بعدها مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري. مرة تانية صباح الخير، فاصل قصير ونبدأ. في عز ما تكون الدنيا واخدة الوحش تنادينا تلاقينا مسمية الكل فوحش، فعز ما تكون الدنيا واخدة الوحش تنادينا تلاقينا مسمية الكل فوحش. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، انت اللي تقدري وصل بيك البر أمان، برحب بحضراتكم مرة أخرى ومرة تانية صباح الخير وجولة سريعة في أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة المصري اليوم. مصادر: حفل تنصيب السيسي رئيسا الأحد في قصر القبة. وقالت مصادر لجريدة المصري اليوم أمس الاثنين أن حفل تنصيب الرئيس الجديد سيكون مساء الأحد المقبل في 8 يونيو في قصر القبة. وتنافس في الانتخابات الرئاسية المشير عبد الفتاح السيسي والأستاذ حمدين صباحي، وكان عدد من يحق لهم التصويت 53,909,306 ناخبين. كان سفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وجه الدعوة لعدد من الملوك ورؤساء الدول وبعض رؤساء المنظمات الدولية للمشاركة في حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي الذي أشارت المؤشرات الأولية إلى فوزه بالانتخابات. إلى جريدة الوطن، مصادر حكومية: 10 مليارات دولار مساعدات خليجية لمصر بعد تنصيب السيسي، 5 مليارات من الإمارات و4 من المملكة ومليار من الكويت، وأنباء عن زيارة العاهل السعودي للقاهرة منتصف يونيو. كشفت مصدر مسؤول بالمجموعة الاقتصادية الوزارية عن أن 3 دول خليجية تعتزم تقديم حزم مساعدات جديدة
جديدة بقيمة 10 مليارات دولار في شكل مساعدات مالية ومنتجات نفطية، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية في الفترة المقبلة. وقالت للوطن الإمارات والسعودية والكويت طلبت رسميا من الحكومة المصرية تحديد المتطلبات المالية اللازمة لمساندة مصر وشعبها خلال المرحلة المقبلة لتدبيرها، سواء كانت منتجات بترولية أو تمويل مشروعات للبنية التحتية. إلى جريدة اليوم السابع والوفد، لن نقاطع الانتخابات البرلمانية ولا تحالف بين الحزب والنور. أكد المستشار بهجة الحسامي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بالتلميح بالتحالف بين الوفد والنور أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. وقال الحسامي أنه من الواقع أن أحد الأحزاب التي تستهدف الإساءة لحزب الوفد هو الذي يروج لهذه الشائعة، وأضاف أن أي تصريحات تصدر عن أي عضو بالحزب عن مقاطعة الانتخابات لا تعبر بأي حال من الأحوال عن حزب الوفد، لأن الوفد مستمر في تنفيذ خارطة الطريق بالاستحقاق الثالث وهو الانتخابات النيابية. إلى جريدة الوطن مرة أخرى ورئيس بتروتريد، تحصيل فواتير الغاز بالزيادة الجديدة في منتصف يونيو. مصدر بالبترول، تخفيض أحمال الكهرباء 10% شهريا بإطفاء أعمدة الطرق نهارا، وتوفير 115 مليون قدم مكعب لمحطات الكهرباء يوميا. أعلن المهندس أمل العليمي رئيس شركة بتروتريد في تصريحات صحفية أمس تحصيل فواتير الغاز عن شهر مايو الماضي التي تم إقرار زيادة أسعار الغاز فيها في منتصف يونيو، ومع رفع لغة الحوار بين الموظفين والمواطنين لتوعيتهم بأسباب تلك الزيادة. وكشف مصدر بوزارة البترول لجريدة الوطن عن تفاصيل اجتماع مسؤولي وزارتي البترول والكهرباء أمس لحل أزمة انقطاع التيار خلال فصل الصيف الجاري، تزامنا مع بدء العام المالي الجديد، مشيرا إلى أن الاتفاق على توفير 115 مليون قدم مكعب يوميا على أن تتزايد إلى 125 مليون متر مكعب على حسب الطلب بعد دخول بعض الحقول لمعدلات الإنتاج الطبيعية للخدمة، إضافة إلى ضخ 24 ألف طن مازوت يوميا إلى محطات توليد الكهرباء ابتداء من يونيو الحالي، والاستمرار في خصم 50% من الغاز على المصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك لحين انتهاء فصل الصيف الجاري. جريدة المصري اليوم والصحة، ارتفاع عدد المصابين بالملاريا في أسوان إلى 15 حالة. أعلنت وزارة الصحة والإسكان ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الملاريا في أسوان إلى 15 حالة، مشيرة إلى خروج حالتين من المستشفى بعد تلقيهما العلاج وتحسن حالتهما، فيما يتبقى 13 حالة تتلقى العلاج بمستشفى حميات إدفو وحالتهم الصحية مستقرة. وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين أنه تم فحص 617 شخصا من أهالي لقرية العضوة والشيخ مصطفى بالأمس، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من فحص أهالي القريتين خلال اليوم. إلى جريدة الأهرام وديفيد كاميرون، إنجلترا تتقدم بطلب لاستضافة دورة كأس العالم 2022 إذا تم حرمان قطر منها. أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن خيبة أمله الشخصية بشأن عملية تقديم ملفات استضافة كأس العالم 2022 والتي شهدت استبعاد إنجلترا من تنظيم البطولة وفوز قطر بها، مشيرا إلى أن إنجلترا قد تتقدم لاستضافة البطولة إذا تم حرمان قطر منها. وفيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بوجود فساد في عملية فوز قطر بتنظيم البطولة، قال رئيس الوزراء في كلمة قبل أسبوع من الانتخابات الفرعية، هناك تحقيق جار بشأن ما حدث في ملف تنظيم كأس العالم 2022، وأعتقد أننا يجب أن نسمح باستمرار هذا التحقيق بدلا من الحكم المسبق عليه.
إلى جريدة الجمهورية وأبو حديد يعلق مزاد بيع 10,000 فدان بسيناء استجابة للأهالي. قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10,000 فدان بمشروع تنمية سيناء استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة. وعقد أبو حديد لقاء موسعا ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة، حيث استمع إلى ملاحظات ممثلي القبائل، منها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا، خاصة أنه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأن مشروع تنمية سيناء تحول إلى بيع وشراء، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء. وأخيرا نختتم جولتنا الصحفية من جريدة المصري اليوم، ووقفة احتجاجية لحملة الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء. نظم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لرفض تعيينهم بجميع تخصصاتهم العلمية في وزارة التربية والتعليم طبقا لتعديلات القانون الجديد. وقال أحمد فتحي المتحدث باسم حملة الماجستير أن القرار شمل جميع التخصصات العلمية وأنه ظالم لهم، خاصة تخصصات مثل الكيمياء والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والفيزياء، حيث أن هذه التخصصات لا يوجد لها أدوار ووظائف في التربية والتعليم في الوقت الحالي. وأضاف فتحي أنه لا يعقل أن يتم تعيين هذه التخصصات كإداريين في مديريات التربية والتعليم ومدرسين في المرحلة الابتدائية في وقت من المفترض أن يتم في تعيينهم بالمراكز البحثية والجامعات. بكده تكون وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية. فاصل قصير ومجموعة من التقارير من الشارع المصري، تابعونا.